الطائرة على وصول. مدام دينا حليم وموسى حليم اللي وصلوا فعلا أول امبارح ما لفتوش نظري ولا نظر قسطنطي، يبقى أكيد مش هما الشخصين اللي سافروا. تقصد الأسماء اتغيرت؟ أو الأشخاص هي اللي اتغيرت؟ ركاب الطيارة الإسرائيلية. نبعت لمصر ضروري، يمكن يكون عندهم معلومة تفيد أو يستفيدوا هم من المعلومة اللي هنبعتها. أنا هروح أخد شاي في الكافيتيريا. وأنا هروح أشوف أخبار الأخ خليل إيه، بيتقابل مع بيتر واليوناني دلوقتي في ملهى في شارع بيسيزونس. ماشي، نتقابل في المكتب. مع السلامة. مفيش وقت، الطيارة المصرية معتها خلاص، جوازات السفر بتاعتكم والتذاكر عليها الاوكي. اديله الجوازات التانية. تذكرتين؟ على فكرة، في أوضة كانت محجوزة باسمكم في أوتيل أواسيس من ساعة ما وصلتوا أثينا لحد النهاردة. سايبينها فاضية؟ فاضية مين يا مدام؟ كارت باسم الأوتيل، فاتورة بالحساب، وادي بوال الشحن الحاجات بتاعتكم على نفس الطياره المصريه اللي هتسافروا عليها. جوازات السفر بتاعتكم والتذاكر تنفع. طب والحاجات دي هنستلمها في مصر؟ اول ما هتوصلوا، وكل الحاجات اللي طلبتوها هتلاقوها في الشنط. على الله بس المقاسات تكون والالوان كمان. اطمني، ذوق حريمي هو اللي نقاها. طب والجهاز؟ ابو موسى قال وزي ما قال ابو موسى تمام. الراديو ده خليه معاك، مش هيتوزن مع الشنطة. هيفضل معانا كده؟ راديو عادي، ادي فاتورة تبين انكم شاريينه من السوق الحرة من مطار اتيكا. معظم المصريين اللي بيرجعوا بيبقى معاهم راديوهات، مش كده مدام؟ اه مظبوط. وعلى فكرة سحبنا رصيدكم اللي في البنك.
هو ينفع اي حد يسحب رصيد حد تاني؟ لو معاه باسبوره وله علاقات كويسة في البنك. نسيت، ده كشف الحساب. هات $5,000 على المبلغ اللي كان في البنك. اظن معاكم المبلغ ده. طبعا، اديله يا نرجس، اديله. حساب حسابي يا حبيبي، يلا زق العربية انت. مع السلامة. مع السلامة. يا بنت، ايه اللي جاب العقربة دي هنا؟ شغلها يا نوجة. للأسف ما لحقتهمش. وايه سبب احتكاكهم بيك؟ سبب احتكاكهم بيا يا سيدي انهم سرقوا المحفظه. حراميه؟ ايوه، بس الحمد لله حسن الحظ ان المحفظه ما كانش فيها الا $50 وشويه درخمات فكه وصوره الفرح بتاعتي انا ومراتي، يعني الحمد لله ما كانش فيها اي اوراق تانية مهمه. مش جايز في هدف تاني غير هدف السرقه؟ يبعدوني عن صاله المطار مثلا؟ والله ممكن جدا. ايوه، بس انا شفت بنفسي ركاب الطياره الاسرائيليه اللي جت من تل ابيب. ما هو في طيارات تانيه غير طيارات العال. ممكن. انا لازم اكتب تقرير للقاهره حالا. في اي جديد بالنسبه لحكايه الواد خليل ده؟ نقل من الاوضه اللي كان قاعد فيها مع زميل التونسي وسكن في لوكاندا متواضعه، بس خد اوضه لوحده وبيترو دفع الحساب اسبوع مقدم. احنا نقدر نعرف اي بيانات تانية عن الواد ده؟ رقم باسبوره وعنوانه في مصر، اي بيانات تانية عنه؟ جبتها معايا. كنت عاوز اقول لحضرتك يا عمي. قول يا اخويا. يا الإوالة عليها جمرك. كنت عاوز اكتب واتجوز. يخرب جرايا داش، ما كنت بعقلك يا حبيبي. ما هو يا عم انا شايف ان مفيش داعي للانتظار. تعالى يا بطل حي خطيبك ورد عليه انت. خير يا بابا؟ قول لها بقى لو كنت شاطر. في ايه يا مصطفى؟ قال ايه يا ست عايز يعمل كتب كتاب ودخلة؟ مفيش داعي نستنى اكتر من كده، العمر قصير وكفايه اللي ضاع مني وانا بعيد عن فاطمه. الله الله، انت بتاثر على الحكومه عشان تحن؟ انا بقول اللي بحس بيه. رايك ايه يا بطل؟ اللي تشوفه يا بابا. نعم، اللي تشوفه يا بابا. اقطع دراع ان ما كنتوا عاملين الطبخه ورسمينها سوا. لا يا بابا وحياتك. تابعيني في عيني كده؟ لا، في عينيكوا انتوا الاتنين. هو انا ما نفسيش اغمض وافتح الاقيكوا في شقتكم وملخومين بعيل ولا اتنين، لكن المشوار لسه طويل قدامكم. ما احنا هنمشيه سوا يا عمي. يا ابني بلاش كلام روايات. ده انت حتى بتاع مباني وحديد واسمنت. هو انت لسه حوشت المهر؟ لسه جهزت؟ لسه لقيت شقه؟ ولا الجواز كاتب كتاب ودخله زي ما بتقول؟ ما احنا لقينا الشقه خلاص. لقيتوها؟ بطه يا بنت ابو المعاطي، مش قلت لك انتوا طبخينها سوا؟ يا بابا اسمع بس، مصطفى هيكمل ويقول لك ايه. قول يا درش، قول وسمعني. بقول اننا لقينا الشقه خلاص يا عمي. ايه؟ وما تقولوليش علشان اروح اتفرج عليها واقول لكم رايي فيها؟ بأنكم مش عايزينه. ما احنا عارفين رأي حضرتك. وهو انا شفتها علشان اقول رأيي فيها ولا هقول رأيي غيابي؟ ما انت عارف الشقة يا عمي. عارفها؟ ايوه يا بابا. اسمعي بقى منك له، انتوا تقولوها كده على بلاطة علشان عايزة افهمها. ما تقوله بقى يا مصطفى. ما تقولي له انت يا فاطمة. انتوا هتشعطوني لبعض يا ولاد، واحد منكم يقولوا بسرعة. باختصار يا عمي، الشقة اللي لقيناها واللي هنتجوز فيها هي دي هنا. وبصراحة يا بابا أنا ومصطفى فكرنا إن مش معقول نسيب حضرتك لوحدك، وبعدين أنا ماليش حد في الدنيا دي غيرك. وأنا كمان قلت لنفسي مش معقولة يا واد يا مصطفى تحرم نفسك من عشرة أبو فاطمة. ثم إن مين بقى اللي هيبقى يدي الولاد المصروف كل يوم الصبح غير جدة أبو المعاطي؟
ومين اللي هيحكي لهم حواديت الشاطر حسن وابو زيد الهلالي غير جد ابو المعاطي؟ ومين اللي هيشيل ابو المعاطي الصغير على كتفه ويطلع بيه فوق مبنى جامع سيد الحنفي عشان يشوف الدنيا من فوق فوق قوي غير جد ابو المعاطي؟ كفايه بقى يا اولاد، كفايه كفايه، احسن ما بقتش قادر استحمل الكلام الحلو ده اكتر من كده. وحشتني قوي يا ماما، مش كنت تقول انكم جايين عشان نروح لكم المطار؟ حبينا نعملها لكم مفاجاه بقى، بس انتوا اتاخرتوا قوي. امال فين عادل عشان ينزل يساعد الشيالين وهما بيحطوا الحاجه؟ شيالين؟ هو مش شيال واحد؟ ما احنا ربنا سهلها لنا وجبنا لكم حاجات كتير قوي هتعجبكم. انزل انا بقى مدام عادل لسه ما جاش. تلاقيه بيتصرمح مع حد من اصحابه. انزل انا عشان بالمره احاسب السواق. الحمد لله على السلامه مره تانية حبيبتي. أمانة يا زينب، جبتلك شوية حاجات انتي واخوكي هتعجبك جدا، ولا الفساتين اللي جبتها لنفسي، ولا البلطو الفرو، مش هتعرفيني بقى لما البسه من شياكته وجماله. الحمد لله على السلامة يا ماما، وحشتيني قوي. أنا حبيبتي يا حبيبتي. يا جماعة الأوضة ما عادتش تنفعني، وبعدين ما بقتش قادر على أجرتها. انتوا ناسين إن أنا مجند، ويا دوب القرشين اللي باخدهم من الجيش على قد الكفتين، ثم اني دخلت مدرسة تحرير في الجيش وهركز على المذاكرة في المعسكر. يعني بصراحة كده الأوضة ما عادش تلزمني. هدفع إيجارها أنا ورمسيس. بيتهيألي هتدفع إيجارها لوحدك يا زعيم، ده لو حبيت تحتفظ بيها. ليه بقى؟ هنستعجل؟ لا، أصل أنا الظاهر ناوي أخلع زي الأنباشا فتحي. هوب الناس، إيه هتخش الجيش؟ لا، ما أنتوا عارفين إن أنا وحيد الست أم رمسيس. أصل أنا ههاجر. ايه؟ ليه يا خال مهاجر في استراليا وكان بعت لي اسافر اجرب حظ هناك؟ ولو ترستقت نشد ام رمسيس معانا بالمره. انتوا ايه اللي جرالكم؟ واحد يدخل الجيش والتاني عاوز يهاجر، في ايه؟ تيجي معانا يا زعيم؟ ما انت عارف لولا شهاده المعامله. ما تيجي معايا انا، عليا النعمه اشكل عليك اخليك تعمل طوابير زياده للصبح. يا اخويا تليه انت كمان. الا قول لي اخبار السيد الوالد ايه؟ وحشتنا قعدته. ايوه يا سيدي، تلاقيه بيتفسح في قاتينا هو والست ام عادل. هوبا الناس، بلاد بره، ده انتوا بقيتوا في العليه قوي. هلكنا من التعب النهارده. تربسي. ايه؟ تربسي. ها نامت يا اخوها؟ نامت. ليه انت هتعمل ايه؟ هبعت رساله الليله؟ طبعا لازم اطمنهم ان احنا وصلنا واتاكد من الجهاز. كابتن تال مأكد عليا كده. انت متاكد ان محدش هيحس لما تشغل الجهاز ده؟ ادام هما متاكدين يبقى لازم كمان احنا نبقى متاكدين. اتاكد تاني انه نام. عادل. انت لسه صاحي؟ رايح الحمام. طيب هو بابا لسه صاحي؟ لا نام نام، انا كمان هنام. طيب يلا تصبح على خير. وانت من اهل يا ماما. الحمام عادل. حابك الحمام دلوقتي؟ رجع الأوضة وقفل الباب.
يسعدني ابلغكم العميل بتاعي وصل القاهرة واداني اشارة بالتمام. عظيم، مبروك يا ميزة. المهم المعلومات والاخبار اللي يقدر يبعتها تكون في مقابل المصاريف الكتير اللي صرفناها عليه. انا واثق المبالغ اللي صرفناها على موسى حليم مش هتضيع، هنستفيد اكتر منها 1000 مرة وزيادة. ارجو ان ثقتك تكون في محلها. هي لغاية دلوقتي في محلها يا جنرال، ما كدبتش ابدا. ابو ديب فاتينا مرشع عميل جديد وبعت بيانات عنه. مصري؟ ايوه. برافو، احنا محتاجين عملاء كتير يعوضوا العملاء اللي وقعوا في شبكة المخابرات المصرية، بس بشرط يكونوا مخلصين زي شفيق فكري صالح. اتمنى يكون لنا 1000 عميل زي موسى حليم، ولا حتى 10,000. ده مستحيل بالنسبة للمصريين يا جنرال. ليه مستحيل؟ انت ممكن تلاقي 2، 10، أو حتى 100 يرضوا يتعاونوا معانا، لكن اكتر من كده ما اظنش. الفلوس يا عزيزي ممكن تشتري حتى 1,000,000 واحد. مش مع دول، لانهم شعب مش خاين بطبعه. انا عارف المصريين كويس، عشت في وسطهم فترة طويلة. المصري عادة بيحب بلده، مش سهل انه يخونه او يبيع العدو. احنا طبعا اكبر واول عدو ليهم. من ناحية اننا اكبر عدو لهم فده صحيح 100%. انا في سفريات كتيرة في الخارج كنت بتعمد اخفي حقيقتي عشان اختلط بالمصريين واعرف رأيهم فينا. رأي ما يسرش طبعا. النتيجة اللي كنت بخرج بيها في كل مرة هو ادراكهم لعداوتنا له وتحفزهم باستمرار لمواجهة الخطر اللي بيحس انه بيهددهم من ناحيتنا. بتضحكي؟ امال عايزنا نعمل صوان وناخد العزة في المرحوم اشكول؟ خلينا في المهم بقى. وايه المهم ده؟ الفلوس اللي معانا. احنا مش خلاص بعنا كل حاجة والحمد لله ربنا جبر خاطرنا فيها؟ حصل. وطلعنا بمكسب اكتر من 1,000 جنيه بعد مصاريف السفر وسددنا الديون ولله الحمد. نرجس انت عايزة تقولي ايه؟ هاتي من الاخر. وكل الفلوس حتى اللي كانت معانا هناك في البنك جبناها بقت معانا هنا. يا نرجس عايزة توصلي لايه؟ عايزة بقى شقة في حتة حلوة، عايزة نتمتع بالفلوس انا وانت والولاد والناس. احنا مش هنفضل حاطين بعبع قدامنا اسمه الناس نخاف منه كل ما نجيب كيلو كباب. الناس كلها الغريب قبل القريب عرفوا اننا سافرنا وجبنا بضاعة وجينا وبعناها وكسبنا فيها وردينا السلف والدين وحنجيب غيرها وغيرها. انت مش بنفسك قايل للناس دي كلها اننا تعرفنا على تاجر لبناني فاتينا هيورد لنا البضاعة والمكسب بالنص؟ فاضل ايه بقى علشان نظهر الفلوس ونصرف زي ما احنا عايزين؟ ده انت متعبية بقى وما صدقت انك اتفتحت بالكلام. ما هو اصلي يا شفيق يا حبيبي فايدة الفلوس في صرفها مش في كنزها. واحنا لو اتنقلنا في شقة حلوة في حتة حلوة هنعيش مع ناس حلوة، ناس تانية ليها وظايف مهمة، مش دي برضو تنفعنا في شغلنا مع الجماعة؟ هي تنفع نوجة بس. ما بسش العصر ننزل نتفرج على الشقة الجديدة. الله، دي جاهزة بقى عشان ننزل نتفرج عليها؟ أصل أنا كنت بدردش مع واحدة صاحبة زهية مرات جوهر عند الكوافير، وعرفت منها إن جوزها بيعلي دورين في العمارة اللي ملكه في الفلكي وشقة 4 أوض وصالة، لجنة الإيجارات مقدراها ب 23 جنيه. بس الراجل عايز 6,000 جنيه خلو. 6,000 إيه؟ إيه؟ ما إحنا معانا 8.5 ومعانا 1,200 دولار. نقوم نحط 6,000 في الشقة؟ ليه؟ هما الجماعة مش هيغطوا حسابنا هناك ولا إيه؟ أيوة ده على حساب شغلنا. طيب ما تشتغل يا حبيبي. تصوري يا ماما الراجل ريدي أجرها لنا وما ياخدش غير 500 جنيه بس. لا وإيه، والإيجار 23 جنيه بس حسب لجنة تقدير الإيجارات. هي صحيح لقطة بس شقتكم حلوة وبحري. لا يا ماما، ما هي دي لقطة زي ما حضرتك بتقولي بالظبط. ده الراجل صاحب العمارة يعني لولا انه طيب وابن حلال ويعرف ربنا ما كانش رضي بأقل من 6,000 أو 7,000 جنيه خلو. ده ال 500 جنيه اللي هو طالبهم دول تشطيبات بس للمطبخ والحمام.
ما عندوش شقة تانية فاضية ناخدها لأختك رمزية بدل الشقة الملك اللي بتدفع دم قلبها قساط. في الحقيقة نينا الحاجة العمارة ما فاضيش فيها غير الشقة اللي طلعت من نصيبنا. طب وشقتكوا؟ لا ما احنا مش هنسيبها طبعا. الشقة الجديدة هتكتب باسمي عشان القانون ما يطولناش يعني، انما القديمة اهي مقفولة، يبقى عادل ولا زينب يتجوزوا فيها بقى. فين وفين بقى لما نستلمها؟ ده لسه قدامنا 3 4 اشهر عبال ما نستلمها. مبروك عليك يا اخويا. ماما انا مكسوف اطلب منك حاجة كده. خير يا نرجس؟ يعني لو تسلفيني 500 جنيه من فلوس اختي رمزية نديهم لصاحب العمارة. يا بنتي ده انت يا دوبك لسه مرجعة 2000 جنيه اللي خدتيهم قبل ما تسافر. مش رضيناهم لك على طول يا نينا الحاجة؟ ايوة يا جوز بنتي. لذيذة قوي نينا الحاجة دي. وشقة جديدة كمان تتصور؟ ده لازم بابا كسب كتير من ورا السفرية دي. التجارة بتكسب عن الوظيفة، ثم ان خلاوي الشقة الجديدة 500 جنيه بس. وبيني وبينك انت مش غريب، ماما استلفتهم مننا الحاجة. وانا هقابل بابا امتى؟ تقابله ليه؟ زينب انت بتحبيني؟ انت لسه بتسألني؟ امال ليه مش متحمسة ان انا اروح اقابل بابا وماما واطلب ايدك؟ انا كل منية اكون جنبك على طول يا محمود. يبقى اخطبك ونعلن حبنا لكل الناس، نخرجه للنور يا زينب. بصراحة يا محمود انا خايفة. خايفة مني؟ انا خايفة على دراستي، خايفة ادخل في خطوبة وبعدين جواز ودراستي تتعصر. انا نفسي اكمل دراستي، عاوز املك سلاحي في ايدي، وسلاحي هو شهادتي. انا بحبك وبحب فيك اصرارك على انك تكملي وتتخرجي وتبقي دكتورة. على الاقل هنضمن اننا هنتعالج انا والعيلة كلها مجانا، ونترحم من بزيد الدكاترة اللي عمالة تغلى. بعد الشر عنك يا محمود يا حبيبي. قولي اخر كلمة. لا اخر كلمتين. يا محمود يا حبيبي. زينب انا بحبك حب عاقل، احلامك هي احلامي وامالك هي برضو امالي، وسلاحك اللي بتقولي عليه هو برضو سلاحي. ولو ان لي عليك اعتاب. ليه؟ كنت فاكر ان حبي ليكي هو اقوى سلاح ممكن تحتمي بيه من اي خطر. محمود انت لسه بتقولي انك بتحبني حب عاقل، انا كمان بحبك بقلبي وبعقلي. الشهادة والعلم والعمل ضمان للبنت اللي هتبقى ام، ضمان للأسرة كلها. أنا ساعات بفكر لو كانت ماما كملت تعليمها واشتغلت كان حالنا بقى أحسن من كده بكتير. تقصدي ماديا؟ المادة عنصر مهم يا محمود ولا إيه؟ تعرفي يا زينب على قد ما أنت حلوة لكن تفكيرك أحلى. المهم هطلب إيدك إمتى؟ الظهر مش هقدر أقاوم أكتر من كده، قلبي في صفا وما بقتش قادرة عليك أنت وهو. إديني فرصة جس النبض الأول. مش هنتغدى؟ شوي شوي على ما اختك تيجي من الجامعه. مش معنى يعني ما بتستنونيش لما بكون لسه ما جيتش؟ احنا ما عندناش خيار وفقوسه يا ودنت. لا والله بقى الظاهر فيه. قوم قوم افتح يا جت. انا متاسفه قوي اتاخرت شويه بس غصب عني. اهو قاعدين اهو من غير غدا مستنيين. معلش اصل الطريق اللي نازل من الجيزه كانت الشرطه العسكريه قافلاه. ليه في مظاهرات؟ لا يا بابا، لكن كان في اكتر من يجي 100 عربيه نقل كبيره محمله دبابات كتير قوي شكلها زي ما تكون جديده لانج كانت معديه. ونوعها ايه الدبابات دي؟ الله ايه يا شفيق، هي الدكتوره هتعرف نوع الدبابات برضو؟ اسالها في الطب بتجاوب. مش هناكل بقى؟ حالا حالا اقوم اجيب الفراخ قبل ما الجيران يسمعوك ويفتكروا اننا مجوعينك. والدبابات دي كانت متجهه على فين؟ جايه من ناحيه الجيزه ومتجهه ناحيه العباسيه، الظاهر رايحه ناحيه السويس. رايحه الجبهه. عن اذنك يا بابا ادخل حاجتي واجي على طول. ما تدخلي بسرعه بقى اذا كنا هنتغدى ولا يعني نعملوا عشاء عشان خاطرك. لكن يا زينب العربيات الكبيرة دي كانت شايلة دبابات بس؟ ايه شفيق؟ مالنا ومال الدبابات يا شفيق؟ يمكن بابا عايز يدخل الجيش. لا يا فالح
انت اللي لازم تخش الجيش. انا بطمن على الجيش بتاعنا ان عنده سلاح عشان يقدر يحارب. بابا انا كنت عايزه اكلمك انت وماما في موضوع كده. خير يا زينة؟ في واحد عايز يجي يقابلكم. يقابلنا؟ هو مين وليه؟ زينب ما تفهموني ايه الحكاية؟ بتقولك واحد عايز يجي يقابلنا، يعني واحد هيتقدم لها كده اهو. ويطلع مين بقى بسلامته؟ مين يا زينب؟ نعرفه؟ اسمه محمود شوقي اللي ساكن في شارع يعقوب هو ووالدته واخته. فوشة حتى العجلاتي. الظابط؟ ظابط ايه؟ ظابط جيش؟ ايوه يا بابا، ملازم اول وعلى وش ترقيه. ده واد رمه وبايخ وما يساويش نكله، وانا لا يمكن اوافق على الموضوع ده. انا بكلم ماما وبابا، والموافقه وعدم الموافقه تخصهم هم. انت ايه اللي هبلته ده؟ انا بقول رايي ومصمم عليه، والواد ده لا يمكن يدخل بيتنا ابدا. انا على وش الدنيا، انا اللي اقول لا واه. فاهم ولا عادل؟ في ايه يا حبيبي؟ انت في بينك وبينه طار؟ ما انا عارف كلكم بتيجوا ضدي، لكن احب اقول لك بقى يا سبابة انت وست ماما، انا ياما شفتها معاه في الشارع. اه واكتر من مره كنت هضربه عشان كده. ايه رايك؟ رايي في العربيات اللي محمله دبابات ولا في الضابط اللي متقدم لزينب؟ العربيات والدبابات امرها مفهوم، ولو انك كنت نازل على البنت اسئله انا بقيتش فاهمه انت مش قادر تحوش نفسك، خفت للبنت تظن حاجه. عايز اي تفصيلات، خبر يستاهل عشان الرصيد يعلى. انا بتكلم عن محمود شوقي الضابط. موافق طبعا وبالثلث. بس البنت لسه صغيره. هي مش فاطمه بنت اخوكي قدها؟ ايوه، بس فاطمة خلصت تعليمها وتوظفت كمان. ساعات يا نرجس حياتي بحس ان مخك واخد اجازة. يا سلام، عشان بقول رأيي في مصلحة بنتنا. رأيك يا هانم مش في مصلحتنا ولا في مصلحة بنتنا. انت ناسي انها موافقة عليه؟ شرفك انها موافقة عليه. جرى يا نرجس، ما سمحتش عادل وهو بيقول انه شافه معاه اكتر من مرة؟ وحياتك انت، وفقتنا دي تسد خانة شكلية. ثم انت ناسية انه ظابط هيكون مصدر معلومات واخبار، ده ربنا بعتهولنا من السماء يا نوجة. قصدك؟ ايوه قصدي، ده هنكسب من ورا كتير كتير يا نوجة. لا لا يا شفيق، نبعد الولاد خالص عن العملية دي. نبعد الولاد؟ واللي بعمله ده عشان خاطر امي؟ تلبسي الباب، خليني اعرف ادق الخبرين دول. الو، انا شوقي يا فندم. لحظه واحده من فضلك. السيد شوقك يا فندم. أهلا يا سيد شوكت. لا عندي وقت، أنا في انتظارك. سيادتك تؤمر بحاجة تانية يا فندم؟ لا شكرا، جهزوا لي عربية بعد 25 دقيقة. حاضر. أهلا يا سيد شوكت. تفضل. سيادتك بتستعد للنزول؟ قدامي تلت ساعة تقريبا، عندي موعد مع سيادة الريس. الحمد لله اني لحقت سيادتك قبل ما تنزل. مندوبنا 512 في تل أبيب. ايه؟ الإسرائيليين كشفوه؟ لا يا فندم، ده بخير والحمد لله. ده حتى بعت لنا هدية غالية قوي قوي، وأعتقد إنها مناسبة للعرض على الريس في لقائك بيه دلوقتي. شوقتني. دي رسومات والتصميمات الهندسية لخط برليف. تمام يا فندم، قدر من خلال شبكة اتصالاته المتغلغلة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية انه يحصل على الرسومات اللي وضعها المهندسين العسكريين لتحقيق فكرة الجنرال برليف رئيس الأركان الإسرائيلي وكل مراحل تنفيذها المقترحة. مندوبنا في واشنطن سبق وبعت تقرير عن زيارة مشير ديان ومائير أميت لتمويل خط برليف
وصفقة الفانتوم. تمام يا فندم. عندكم نسخ؟ دي نسخة يا فندم، والنسخة التانية حنبعثها للمخابرات الحربية. دلوقتي يا سيد شوكت من فضلك. المندوب جاهز يا فندم، أنا جيت أدي فكرة لسيادتك الأول. عملت مقارنة بين تقرير 512 وتقرير الاستطلاع الجوي اللي بعتته المخابرات لنا. مندوبنا 512 معلوماته دقيقة جدا ومدهشة. تقارير الاستطلاع ونقط الملاحظة أفادت إن العدو بدأ من فترة يضع ساتر ترابي على طول خط المواجهة بهدف إخفاء تحركاته وعدم كشفها للرصد المصري، وابتدى وراء الساتر الترابي ده يقيم مواقع حصينة وضخمة تتكون من عدة طوابق تحت الأرض تشتمل على تجهيزات عسكرية وهندسية على أعلى مستوى من الكفاءة والتسليح. عشان كده عايزكم تاخدوا فكرة واضحة عن كل النقط اللي ابتدوا العدو ينشئها واللي خطط انه ينشئ عليها 36 نقطة حسب المعلومات اللي عندنا. تشرب ايه يا أستاذ شفيق؟ قهوة على الريحة من فضلك. ألو؟ أيوة سعادة الوكيل. لا التقرير جاهز، اتنسخ يا فندم، نسخ بعدد أعضاء مجلس الوزراء. هجيب لسعادتك نسخة تراجعها قبل ما نبعتها مكتب معالي الوزير حالا يا فندم. استأذنك 3 دقايق يا شفيق بيه، اوصل لحد مكتب سعادة الوكيل. اتفضل يا فندم براحتك. ولا اقوم انا؟ لا 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 يا فندم، القهوة جاية وانا مش هتأخر. اتفضل. ألو؟ طيب 5 دقايق. لا ده انت مشغول قوي، كان الله في العون. ما هو بدري يا شفيق بيه. هسيبك لمشغولياتك وحنشوف بعض كتير بعدين. استاذ محجوب، الفريق عبد المنعم رياض استشهد في الجبهة. انت وفين وازاي؟ كان بيزور المواقع الأمامية اللي اشتركت في الاشتباكات، بيطمن عليها وبيشجع قوتها. العدو فتح نيرانه و ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. بهنيك باسمي وباسم شعب دولتنا يا جنرال ديان. ضربة معلم مش كده؟ وفي الصميم، بس جت مصادفة طبعا. ما تحاوليش تقللي من نجاحي في قتل رئيس أركان ومهندس إعادة تنظيم الجيش المصري بعد ما دمرنا الجيش نفسه في 5 يونيو. انت اللي قتلته يا جنرال؟ طلقة هاون ضربها مجند في جيش الدفاع الإسرائيلي هي اللي موتته جيفريت جولدا، وأنا جيش الدفاع الإسرائيلي، أنا اللي عملت نصر 5 يونيو، أنا موشي ديان. أنت هتنفعل تاني يا جنرال؟ اقعد واهدى،
اشرب ليمون، انا هطلبه لك. مش عاوز اشرب حاجة. انا كنت فاهمة ان احنا هنرجع اصحاب تاني. صحيح انت كنت بتطمع ان انت تبقى رئيس الوزارة بعد موت ليفي اشكول؟ من حقي، انا ابن اسرائيل المخلص، اتولدت هنا وحموت هنا، وحياتي بذلتها هنا علشان دولتنا. عمرك ما هتنسى يا موشيه انك من جيل الصبرة. كلنا عارفين انكم بتعتبروا نفسكم اولى من الاشكانيزم والسفرديم في حكم اسرائيل. انا عارفة كويس قوي ان انت كنت اقوى منافس ليا في رئاسة الوزارة بعد موت ليفي اشكول، وعارفة كمان الكومبينات اللي انتوا عملتوها عشان اللجنة المركزية للموباي ما تختارنيش انا كرئيسة للوزراء. وجرحتوني كتير وشككتوا في كفاءتي، وفي حاجات تانية انا مش عايزة اكررها عشان انت عارفها كويس. لكن اهو اللجنة المركزية لحزب العمل حسمت الموضوع واختارتنا انا. يبقى خلاص لازم ننسى احقادنا الشخصية ونلتفت لمواجهة العدو اللدود اللي واقفين على حدودنا الجنوبية. انا عارف واجبي كويس وبأديه. جنرال انا عايز اكون مطمنة من ناحيتك. ده اتهام بعدم الولاء؟ لا، ده طلب في اظهار الولاء. ولاء لمين جفيرت جولدا؟ لاسرائيل، لجولدا ماير رئيسة وزراء اسرائيل، والاتنين حاجة واحدة ما بينفصلوش عن بعض. جنرال ديان انا عارفة ان انت كفاءة عسكرية نادرة، ومش من دلوقتي، من زمان، وتاريخك في الهجانة معروف. انا عايزاك تكون دراع اليمين، تكون سندي، مش عايزاك تقف ضدي. على فكرة انا قريت اخر رواية لبنتك اللي مسمياها طوبة للخائفين، بلغها اعجابي. بحق لازم نعتبرها فرانسوا ساجا اسرائيل، زي ما بنعتبر ابوها الجنرال الاول في اسرائيل. ها تشرب ليمون؟ ما اديناش كلمه لزينب ترد بيها على محمود شوقي. قولي لها هتحدد معاه ميعاد. عايزك تبقى تكلم عادل كده وتعقله وتقنعه ان عريس زينب ده مناسب ليها. عادل مش مشكله، حابب اتفاهم معاه. ما تنساش تبقى تبعت سلامي. هيحصل. انت واقف تعمل ايه ورا الباب؟ بتتجسس علينا يا كلب. انا كنت في الحمام. حمام يا شفيق، بلاش فضايح دلوقتي يا شفيق. انا لازم اشرب دمه. لا لازم اربيه. اعمل معروف عشان خاطري سيبه. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.